تحياتي، هذا فيديو سريع بس بعد فوز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب. طبعا فيديو مختصر بس خليني أشرح أنا شو وجهة نظري للي صار. باختصار يورجن كلوب مدرب عمل ثورة، عمل شيء عجيب مع ليفربول، نقله من فريق نفسه يتأهل لدوري أبطال لفريق كل الفرق اللي بتلعب دوري أبطال بتتمنى أنه ما يلعب معها. إنجاز تاريخي، أول دوري بعد 30 سنة، كسر عقدة فشلوا كثير أنهم يفكوها. مدرب خلى فريقه أصعب فريق في كرة القدم، مدرب فكره الكروي عظيم، هذا لا نقاش. بس أيضا أعتقد لا نقاش بالنسبة لكثير ناس أنه والله هانز فليك اللي استاهل الجائزة مش يورجن كلوب. شو تفسيري للي صار؟ تفسيري للي صار أنه أنا إلي كثير ناس بعرفهم أصدقاء وصحفيين ولاعبين وهذا بيصوتوا. الفكرة لما تيجي تصوت حتصوت لكل الناس مع بعض، فأنت حتحط مثلا ليفاندوفسكي أفضل لاعب، أونوير أفضل حارس، بدك تيجي تحط أفضل مدرب هانز فليك بتصير ثقيلة، يعني بتصير كأنك أنت حاضر فريق واحد وبتصوت. فالإنسان ذهنيا ونفسيا أعتقد لوحده بروح يقول لا خلينا أحط يورجن كلوب الأول وهانز فليك الثاني في هذه، خصوصا أنه هانز فليك جديد على عالم التدريب، جديد على عالم الإعلام، جديد كثير فعليا. والدوري الألماني مش عالمي، يعني الدوري الألماني فريقه قوية بس مثلا تخيلوا عندنا في العالم العربي ما حدش بيبثه، وفي أكيد في مناطق أخرى في العالم اللي فيها ناس بتصوت. أيضا ممكن الدوري درجة ثالثة أو رابعة من التغطية الإعلامية أو خامسة بعضها، خاصة الناطقة بالفرنسية الدول زي أفريقيا يعني. فأنا أعتقد هذا اللي صار إنه فليك دفع ثمن، إنه الناس كانت خلص الضجة كلها والرأي العام كله بده ليفاندوفسكي، بده نوير، هل بده يصوت حيتغير؟ صدقوني أنا قدام عيني ناس اتصلوا من اللي بيصوتوا عربيا وأجنبيا ويسألوا أصحابي أو بيسألوني طب لمين نصوت، طب لا كثير هيك وكثير فلان وهذا شو عمل. فمش كل اللي بيصوتوا دائما ناس مطلعة بجائزة الفيفا، خليني أكون صريح، وهذا الشيء حكيناه زمان بحلقات سابقة إنه مش الكل اللي بيصوتوا ناس مطلعة. وأنا أعتقد اللي حصل بكل بساطة إنه كثير كله يروح لبايرن ميونخ، بس ببساطة إنه كثير كله يروح لبايرن ميونخ، هذا خلى الناس يعني كل واحد شعر نفسه لحاله نسي إنه غيره حيفكر زيه، فراحت لكلوب. أكيد كلوب خيار جيد للجميع لأنه ما حدا بيزعل إنه كلوب فاز بهاي الجائزة لأنه بيستاهل. يعني كلوب حاليا بالأربع سنين الأخيرة كأنه ميسي، يعني ميسي لو فاز بجائزة أفضل لاعب بالعالم حتى لو مش جايب ولا لقب بنقول ما هو ميسي أفضل لاعب بالعالم، وكلوب نفس الشيء هو أفضل مدرب بالعالم بس مش هذه السنة ببساطة. يعني كويس الخيار كان كلوب، يعني إنه على الأقل يعني عنده أرثه وبنفس الوقت عنده إنجازاته الملموسة والواضحة في كرة القدم. هارد لك لفليك، لكن أعتقد هانز فليك بيعرف بداخله إنه استحق الجائزة، وبيعرف أيضا لأنه هو أكيد مطلع وبيعرف التفاصيل إنه هو دفع ثمن، إنه والله مستحيل يطلع الطقم كله اللي فايز من نادي واحد.